في تلك الصومعة الهادئة التي يعيش فيها الطفل تغزل الأحلام. هنا لا جداول زمنية تتوقف عند نقطة ما، وامتداد الآمال على خط الشمس تترك المرض حيث هو لتلحق بالنور إلى حيث يذهب. قيل مرة إن الأمل يصنع العجائب، فكيف بالحري إذا كان من قلوب نقية تقطر حبا على الجرح فيشفى. بدنا اليوم مع يوسف المهضوم، وبدنا نعرفه على ممثلة كتير قريبة للقلب هي إلسا زغيب. رح يكون في مفاجآت حلوة لتنيناتهم. ما بدنا بقى يوسف يعطى الهم تكاليف علاجه. حكيت شوي مع إلسا قبل ما تلتقي بيوسف. إلسا كتير مبسوطة بوجودك معي اليوم، يمكن لأنك أنت كمان بتختبري هالشعور قدامهم بعلاقتك مع طفل عنده نوع من المعاناة. قديش أثر عليك أول شيء التجارب الماضية؟ أنا مبسوطة أني موجودة معك، بحب كتير البروغرام تبعك ماجي لأنه إنساني بالدرجة الأولى. وجودي اليوم بهيدي الكيس اللي نحن فيها أكيد مأثرة فيه، لأنه صار عنا تجربة سابقة بالعيلة مختبرينها يعني، وبنعرف قديش الطفل بيعاني والأهل بيعانوا أكثر من الموضوع، لأنه طفل بيتلقى الخبرية بطريقة أسهل من الأهل، لأن الأهل بيكونوا أوعى من الموضوع. بس رح بتشوفي قديش هن كولاد بيمرقوا بهيدي التجربة بيكون عندهم نضوج أكثر من غيرهم من الولاد يلي ما عندهم يعني منهم مريضين. عندهم نضوج بفاجئ. صحيح، وبتبقي جاي وعطلاني هم انت كيف بدك يعني تحكيهم، كيف بدك تحكيهم، كيف بيفتحوا لك كن الموضوع وعادي، وخصوصا بس يقطعوا بالتجربه ويصيروا باخرها باخر هالمشوار الوجع بيعتبروا حالهم هيك منتصرين. هيدا شيء كثير مهم. اي مزبوط، بينبسطوا لانه بالاخر قد ما توجعوا قد ما وصلوا يعني قد ما حسوا هيدا الالم يلي انت ما بتعيشيه لانه انت ما قطعتي فيها الخبريه، يعني ما حدا محلهم بيكونوا عم يتعذبوا عم بيتوجعوا، وقلبهم على اهلهم لانه شايفين، لانه الولد بحس شايفين صح. اهلهم قد ايه عم يتعذبوا معهم لما انهم قادرين يساعدون، بيوصل بالاخر بيوصل لمرحله بحس حاله انه خلص انا خلصت انتصرت، وهذا اكيد بفعل الايمان يعني المفروض فيه كل حدا يتحلى فيه. صح. إلسا قديه بس نصير عنا اولاد، يعني قديه بس نكون امات وبيات هالشعور بيكون هيك اصعب. يعني انا قبل ما كنت حسه لدرجه، هلا مثلا لانه عندي بنت بصير كل حالي شوفها قدامي بدوبلها مثل ما بيقولوا، لانه عندي بنتي بقول انه اذا جربني الله ببنتي يعني الله لا يقدر شو معقول كون موقفي، يعني شو معقول كون اعمل. صح، بنصير امات 3-4 مرات زياده. بدي اعرفك اليوم على يوسف. يوسف يعني انت كنت عم توصفي يوسف من دون ما تعرفي، هيدا هو يوسف، حدا كان بيعطي الهم اهله كثير، قطع بمشوار كثير صعب، وصل ان شاء الله يعني لاخر المشوار منتصر ان شاء الله. رح اعرفك عليه. اوكي يلا. قلبي عاشقها والعيون هو تو اهلها ما يرضون، قلبي عاشقها والعيون
مريض السرطان ما لازم يستسلم، ويوسف مثال على هالشي. منحس إنه رغم جسمه المرهق بعد عنده طاقة كبيرة يعطيها. لقاؤه مع إلسا كان كتير مؤثر، بفتكر قدرنا نترك بصمة بقلبه مثل ما هو ترك فينا. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. هيدا تخته ليوسف اللي بيزيزق. عم بتنط عليه كتير؟ ما كنت ارفعه لفوق لهيك، ما في له كبسات بيرفع لفوق. عم تتسلى يعني؟ انت بتحب تمثل؟ ايه. ان شاء الله يلا اذا بتحب التمثيل نعمل لك دورات وبعدين بتصير ممثل. عن جد؟ ايه. معك خبر انه بسوريا في كتير ممثلين قوية؟ ايه كتير. ايه. مين بتحب؟ ابو شهاب. أو جنتي، أو جنتي هو نفسه سامر المصري كتير حلو. تعرف تعمل مثله شوي؟ آه. شو بيعمل؟ شو عنده أسئلة؟ هو شوفير تاكسي. إيه. شو كيف بيحكي؟ بيغني، بتلاقيه عم يغني مثل حاله بالسيارة عم يغني وبينكت وحلو تمثيله كتير. لا أنت صوتك حلو. عملنا شيء هيك من يلي بيعمله حافظ شيء. شو عنده؟ ما زال صوتك حلو. عمول حالك عم تسوق تاكسي وغني لنا شيء غنية. قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلها ما يرضون. قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلها ما يرضون. أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها. أنا كل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها. إيها إضاء مني حبيبي. حبيبي انت بس حبك مثل هيك خدمة كزدورة. انا بعرف اللي بيسوق من هون وعالم. انت بخد معك كزدورة. هاي سيارة جديدة على حسابك ديركسيون بالنص وهيك بتحط حدك هون. هو بيحلم يطير يعمل طيارج بايلوت. واو. بس لسه من هون نصير طيار بكون. هلا اول شيء بده يفوت على المدرسه بس يصير كثير منيح ويدرس تيصير طيار. ما في يصير طيار هيك بلا درس. شو هيك وين حطيت راسك؟ ما تكون عم تنسحب. اه ما بدك تفوت على المدرسه ان شاء الله. بتفوت على المدرسه نتعلم نخلص مدرسه بنفوت على الجامعه وبنعمل طيار ان شاء الله. بدنا نعمل طيار. يوسف هلا إلسا بدها تلعب معك لعبه. اوكي لعبة كتير مهضومة، كتير مهضومة، وما بعرف هلا مين بيربح فيكم. مين هي بتعتمد كتير على حاسة اللمس. هلا بشرح لكم عنها أكتر. شو رأيكم؟ اوكي يلا. أنا انصدمت بيوسف وبالثقة الزايدة اللي عنده إياها. مكتسب نضوج أكبر من عمره بكتير. هذا الشيء يمكن من وراء المرض اللي عنده إياه. بحب أقول له ليوسف أنه هو ولد مميز جداً جداً، يخلي إيمانه كبير بربه لأنه الله ما بيترك حدا، وأكيد رح يتعلم كتير قصص من المرحلة اللي هو قطع فيها ورح يعلم غيره من المرحلة اللي قطع فيها. ما يزعل لأنه كل تجربة بنقطع فيها بتقوينا. وهي هي اللعبة. هاي اللعبة. هيدا بوكس لإلسا وهيدا بوكس لإلك. اوكي ما شايف يوسف في عندك اطحان هون وهون. فينا نفوت ايدنا. هلا رح يحطوا لنا اشياء جوا. انا وياك رح نكون ماجي رح تعطينا هولي لنغمض عينينا ورح ناخذ اللعبه من جوا. اول شيء ما بعرف شو رح يحطوا. بدنا نجرب ندسهم نحسهم تنشوف شو هن، واللي بيحذر اسرع بيربح. يلا هيدا لإلسا. يا وهيدا ليوسف. اوكي من دون تزعبر. اوكي يوسف ما في تزعبر، ساعدك فيها ومش الحال. اوكي إلسا مش الحال. ما عم بتشوفي إلسا بالمرة؟ أكيد بالمرة. اوكي أنت كمان مش عم تزعبر. والله مش عم تشوف. يلا حاضرين يلا رح أحط أول لعبة. فين نحط؟ يلا عم بحط أنا. هلا صار فيكم تحطوا إيدكم هون. اوكي زرف مزبوط. يلا حاضرين حط إيدينا. فيكم تحطوا إيديكم. فاروق هي شعر. ايوه شعر. اوكي حاضرين يلا ايدكم. ها مين اسرع؟ جوزي
اوكي جوزه جوزه ايه يا جوز يلا يوسف شد حالك يلا حط ايدك فيك تحط ايدك شو يوسف عرفتها؟ انا عرفتها شو إلسا؟ جمال نادور نادور اوكي انتبه سابقتك إلسا يلا اوكي فيك تحط ايدك ليفي ايوه برافو 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 اوكي صرنا قد ايه يوسف عد؟ اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة ما بعرف إذا حتعرفوا هلا شو عم بيصير اوكي فينا نحط ايدنا؟ فيكم تحطوا ايدكم شو شو؟ هول البوت سكري بيتاكلوا هيدي بيتاكلوا مزبوط بتحبهم؟ مثل هيدي بتحبهم؟ على شكل ايه اخر وحدة ما فيك تحط يوسف ايدك قبل ما اقول لك اوكي ومش هلا بتحطوا ايدكم لانه انا بدي احضر حالي بعد يلا يا جيلو جيلو شيل ايدك وخذ كلينكس برافو يوسف على السريع تفضلي انسى شايفين الفيك؟ حبيت جيلو اوكي قد ايه صرتوا؟ قد ايه؟ قد ايه الفاينل طلع؟ أربعة ثلاثة ثلاثة إلا إلا مبروك لإلسا مبروك يلا خيرة بغيرة بالتوفيق شو هي؟ واو انت طلبت شيء؟ واتساب شعر طويل قصير لا ماشي ركض ما فيني بدوخ باردي مي باردي صيد السمك غدا بالبيت على رواق أحلى ها الليل لا الشغل ما ترجعني على الدرس دخيلك درس قمحة طبعا ان شاء الله دايما حقيقة حب الخيال اللي بصير حقيقة نيو لوك مع يوسف شو هاللوك الحلو هيدا؟ شو هالشعرات الحلوين؟ ميرسي كثير حلوين لك شو إلسا؟ وين عاصس؟ إلسا جاية هلا تخبرك بتتذكر المسابقة اللي عملناها بالحلقة الماضية فجاية تخبرك على كم سؤال أنت جاوبت صح وأنا قلت لك كل سؤال جاوبت عليه صح بيطلع لك هدية على كم سؤال جاوبت صح؟ ما قالت لي انت بتقديراتك يعني هو كان عم بيقول لي شي ثلاثة أربعة قلت شي سبعة ثمانية تسعة تسعة؟ تسعة برافو يوسف على كل جواب رح يطلع لك كادو ميرسي شايف مقشطرك؟ بدك نبلش بأول كادو؟ ايه؟ يا كيف؟ شو هي؟ يا عمي يا عمي يا ميرسي انت ومين بدك تلعب فيها؟ يا عمي انت ومين؟ انا واخوتي وامي وبيي كلهم كمان امك وبيك؟ اوكي برافو هيك شو هي؟ شو هي؟ واو انت طلبت شيء؟ يلا عم تعد؟ صاروا ثلاثة حيدي مش معروف شو هي شو هي؟ فرجيني من كلمة هي وهي 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 ايه ايوه كل هيدي اللعب فيها؟ كل هاللعب فيها ايه اوكي السلم الحي بتجنن ايه فيها فيها كمان السلم الحي ايه هيدي شو صغير مهضوم ايه صح يلا البسها تنتين الا تنتين واو مبروك
لبقت لك كثير كثير لبقت. مبروك. ميرسي. افتحها عنك. هيدي عرفتها؟ عرفتها هيدي، بس ما كانت تجي هيك، كانت تجي هيك بس مثل الموبايل. معك حق. صح صح. هي شو بتلعب مثل ماريو. برافو. ستة. هيدي ستة. مونوبولي. بتعرف تلعب مونوبولي؟ لا كثير حلوة، بتسلي كثير. اوكي رقم سبعة، كادو رقم سبعة. يلا يلا شو بتقدر؟ اوه هيدي هيدي بعد ما بعرفها. يعني عندك وقت لتكتشف شو هن هولي كلهم. هيدا شيء بدك تفكر انت وعم تلعبه، بدك تشغل راسك فيها انت وعم تلعبه. ميرسي يا امي. واخر كادو رقم 8. شو هيدا؟ عطر ريحه. عطر شو؟ برشلونه. 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 بتشجع اي فريق؟ برشلونة. يعني هيدي تتنختم مضبوط. برشلونة. ايه بحب انا هيدي الريحة. ميرسي كثير الكم، ميرسي كثير الكم. يلا عد هيدي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. بس أنت على كم سؤال جاوبت دخلك؟ تسعة. شو ألسا؟ تسعة هو جاوب مش يعني بعد ناقص كادو؟ يعني ناقص كادو. هولي ما بيقدوا يعني؟ شو؟ إذا منكم بقبلهم أنا. يا سيدي رح نجيب بعد تسع كادو نسيتوا برا. يلا أنا حغمض لك عينيك تا كانت رجعت ألسا، وهي وحدة هيك ما بتفتح غير ما أقول لك. يوسف فتح له. واحد وعينيه. اثنين ثلاثة. يلا شي. شو هي يوسف؟ هي شو هي؟ هي بسكليت. مش انت طلبتها؟ هيدي تسع كادو لإلك. حلوة؟ مبروكة. بدك تركب عليها حدا؟ بدك تخلي اخواتك يلعبوا فيها؟ ايه بس بالدور. بالدور. انا بتشكركم كثير كثير. بتشكرك مدام ماجي. يا حبيبي. بتشكر الفريق هون. ما بعرف شو بدي اقول لكم. ميرسي. نحن بنقول لك بنحبك كثير. ميرسي. حبيبي. قل لي شو بك؟ شو حبيبي قل لي؟ كثير بحب اسمعك. ليه تأثرت؟ بالبسكليت هل انت تأثرت او فكرت بشيء ثاني؟ ميرسي لكم. يوسف البطل. يوسف انغرمنا فيه، وبفتكر كل المشاهدين رح ينغرموا بيوسف كمان، لانه اكيد لاحظتي وانت حكيتي معه بالاخر، هيدي اخر لحظه فرجينا اياها، اللحظه الصادقه، هذا الشعور الصادق اللي طلعه من حاله يوسف. ما بفتكر لانه البيسيكلات اللي حققت له حلمه ببيسيكلات الكادو اللي كان عم يحلم فيه، بس هو تراكم احاسيس عم بعيشهم وفجرهم هيك بلحظه بالاخر، ترك حاله يعني بقى هيك خليكي تعيشي معه هيدي اللحظة الحلوة مثل ما بيقولوا المؤثرة. عن جد شكراً إلسا صغيب على حضورك. شكراً لك. Thank you ماجي. هم يوسف صار همنا، وما بدنا بقى العبء المادي يضل شغله باله، مشان هيك حكينا دكتور بيتر نون وحضرنا له هالمفاجأة. هلأ الحمد لله يوسف مؤخراً كل فحوصاته فرجتنا أنه هو كتير منيح، بس بنعرف بما انه عوض المرض معه اكثر من مره مش اكيد قد ايه. ان شاء الله الله يعطينا الايام كثير له وايام حلوه كثير ويضل كثير منيح كل الوقت، بس نحن ولا مره حنتركه. اذا بعيد الشر صار معنا شيء يعني نحن المرحله اللي جايه ما بقى حيتجاوب يوسف على علاجات كيميائيه عاديه، صار بدنا نروح نحن على زرع نقي العظم، وانا كنت عم بسعى له انه نقدر اذا فينا نسافر لبرا. هلا موقفينا لانه
منه بحاجة حاليا لأنه الحمد لله تجاوب، بس بوعده بوعد أهله أنه ويا ريت في يوعد كل ولد بس مش دايما هيني، أنه ما نوقف بنص الطريق. أنا كل الأهل بيعرفوني أنه ما بحب أوقف بنص الطريق. يوسف أنا بوعدك أنه نحن معك، إن شاء الله ما بقى تشوفوا هالمرض بحياتك، بس إذا لا سمح الله صار شيء مثل ما وعدتك رح أبذل جهدي أنه لقي لك محل برا لبنان للزرع. يوسف، أنا ماجي عون من بصمتي وتلفزيون الآن، منتعهد أنه علاجك رح تخلصه والمصاري ما بقى لازم تفكر فيها. نحنا وكيدز فيرست ودكتور بيتر نون ما حدا رح يتركك يوسف.